أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة، وإن شاء الله يا رب تكون مميزة عليكم. أطباقنا هاليوم أطباق سهلة. طبق السلطة راح تكون سلطة النسوة، أما الطبق الرئيسي فهو تمن أحمر مع بازاليا ودجاج متبل ببهارات خاصة. إحنا راح نبلش أول شيء بطبق السلطة اللي هو سلطة النسوة. سلطة النسوة هو سلطة فرنسية من نيس. مكوناتها سهلة وما يحتاج لها وقت تحضروها. نبلش أول شيء البتيتا مقصقص، طبعا احنا سالقي أول شيء 100 غرام. طماطم 100 غرام همينه. 50 غرام من الخيار مقصقص. 50 غرام من الفاصوليا الخضراء هم مقصقص. كم حبة من الزيتون. 50 غرام من التونة المعلب، يفضل دائما يكون معلب بزيت زيتون. 30 غرام من الانشوفيز. كم ملعقة من أوراق الكرافوس مقطع ناعما، وأكيد بيضايتين كتزيين أخير. أما الصوص راح يكون عبارة عن 5 غرامات من المسترد الخردل، 45 غرام أو ملي العفو من زيت الزيتون، و 30 غرام من الخل، ملح وفلفل. احنا اول شيء حتى نحضر مكونات تكون جاهزة نحتاج الطماطة انه نزيل القشر والحبوب اللي بداخلها، فقوم نبلش نقصقصها. يحتاج اول شيء نوخر الراس، نسوي حرف اكس خفيف، بعدين نحطها بماي ديفور لمدة دقيقة مو أكثر. راح أشوفون ورا دقيقة إنه القشر يبدي يوقع من عنده، نطلعها نحطها بماي بارد ونقشرها على طول. طبعا نحتاج هسة طاسة بيها ثلج وماي، فخلنا نروح نجيبها. هسه الطماطة صار لها دقيقة، نطلعها ونحطها مباشرة بالماء الثلج. الهدف من هاي الخطوة حتى نوقف عملية الطهو. نبقيها أقل من دقيقة، لما نريدها تجمد، بس مجرد نريدها شوية تبرد لا أكثر ولا أقل. هسه تقريبا صارت، نطلعها نقدر نوخرها بسهولة. ونوخر النوى. العملية مو صعبة. هاي وخرنا كل النوى ونكرر العملية للنص الثاني. تخروا بإيدكم بخاشوقة ما تفرق. احنا بس نريد هذا اللي من عنده، لا نريد المي ولا نريد اي شيء، بس نريد ونقصه. مكعبات صغار نفس قطع حجم قطع البوتيتا. احنا طبعا بين ما نسوي الطماطم نقدر مثلا نحط فاصوليا الخضراء، حتى شوي يحتاج مو هواية، اقل من 5 دقائق. نرجع للطماطم، هاي خلصنا الطماطم.
الطماطم، نرجعها بطاسة، بعدين نخلط المكونات كلها سوا. هسه بدأ يفور، تقريبا راح يستوي. نطلعه من المي، هي هاي الخضرة كلش سهلة السلطة، خطواتها بسيطة. هاي خلصنا هاي الخطوة، بس بقى نخلط المكونات سوا. حط البوتيتا، فاصوليا الخضراء، الخيار، طماطم، ونخلط المكونات هاي سوا. نبقى نحضر السلطة أو الأحرى الصوص، كلش سهلة، بس مكونات نخلطها سوا. الخردل، زيت الزيتون، والخل. نخلطها كلها سوا. نضيف شوية فلفل أسود وملح. مثل ما تشوفون صارت ثخينة. هسه نحط شوية من الصلصة، نخلطها، نشوفوا شلون لونها صار، بدأ ياخذ على صفار، وراح نضيف مكونات البقية، مجرد نحطها عليها، نوزعها. مثل ما قلنا هاي السلطة من فرنسا، من مدينة نيس. حطها هيجي خطوط. نوزعها. مثل ما تشوفون نضيف شوية بعد. آخر شي هاي الأوراق والبيض. نزينها آخر شي. بالصحن وننظف أي حافة نانة. ورشة أخيرة الصلصة. هاي هي سلطتنا هاليوم، سلطة النسوة، إن شاء الله يا رب عجبتكم.
هسه راح نسوي لكم التمن احمر مع البازاليا والدجاج متبل ببهارات خاصه. خلينا نبدي بالمكونات. المكونات مثل ما تشوفوا قدامكم هو 500 غرام من الرز البسمتي، طبعا احنا غاسلي ومنقعي لمده 5 دقائق، 4 بصلات حجم متوسط، مقصقصي همينه حجم متوسط الى صغير، 450 غرام من البازاليا، ملح، واخر شيء للتمن الطماطه، 1.5 كيلو طماطه كلش كافي. طماطه بعدين راح نقصقصه ونهرسه بعدين نضيفه للجدر. الدجاج ما راح احكيكم هسه بالتتبيله، اخر شيء ورا ما كمل التمن راح احكيكم بالضبط شنو التتبيله حتى ما تتخربطون بين المكونات. خلونا نبلش بالتمن. احنا هسه حاطين الجدر على النار وحاطين زيت زيتون، وهسه راح نحمص البصل. اول شيء يحتاج تقريبا 5 دقائق الى ان يستوي. بين ما يستوي خلونا نروح نخلط مكونات التتبيله. هسه راح نبلش بالتتبيله الدجاج. المكونات مثل ما تشوفون قدامكم هو ملعقتين من الدارسين، ملعقتين من البهارات المشكلة، ملعقتين من البابريكا أو الفلفل الحلو، ملعقتين من الكاري، 4 فصوص ثوم مقصقص ناعم، وشكم حباية من الهيل، فلفل أسود، وأوراق الريحان إذا عندكم فريش بعد أحسن، وأكيد أكيد زيت زيتون، وإذا يحتاج شوية ملح ومي نضيف. فخلونا نبلش. نجيب زيت زيتون، نشيك البصل إذا محترق. أنا حاطة على نار متوسطة فما عليه شيء. نضيف 50 ملي تقريبا زيت الزيتون، ونضيف البهارات كلها سوا. الهيل انا تقدرون شويه تقصون الرائحة يطلع الريحه بعدين من عنده. خلطة همنا نحطها سوا. فلفل أسود يعني الحرارة حسب شنو يعجبكم، ما راح أحط كل شي هواية. شوية ملح، هسه راح نتبل الدجاجة وأكيد جفوف. احنا طبعا الفرن فاتحي هسه وحاطيه على درجة 180 درجة مئوية. نجيب الدجاجة ونحطها بصحن الفرن. مجرد نفرش تتبيلة على الدجاجة
ونغطيها تماما. طبعا الدجاجة اكيد ننظف فيها. شوي من جوا هم. ومن البطن نحاول نغطي كل الدجاجة حتى تتبيرة تتوزع. نحن ما راح نحط اي شيء وياها، بس هاي تتبيرة كلش كافي. حط الزايد عادي فوقها مشكلة. ونجيب ورق قصدير نوخر هاي الحافة ونغلفها. ونحطها في الفرن، يحتاج تقريبا ساعة ونص. إذا مستعجلين زيد درجة الحرارة ويقل الوقت. هسه احنا خلصنا الدجاجة والبصل هم صار، نضيف شوية بعد زيت زيتون حتى ما يلزق البزاري ورا ما نحطها. وراح نضيف أكيد البزاري. هسه بين ما شوية يحمص البزالية راح نروح نحضر الطماطة ونهرسها حتى نحصل مية الطماطم مثل ما نقول. هاي بعد ما نحتاجها. زين الطماطة حتى ينهرس زين يحتاج أكيد يتقصقص شوية. قصقصه شلون ما تريدون، بس مجرد أحجام صغيرة حتى يسهل العملية. نحطها هنا. وبعدين نخلطها زين إلى أن نحصل مية طماطة. هي هاي الطبخة كلش سهلة، ما يحتاج لها شي، وأكيد طعمها بعد أطيب. ونستمر على هاي العملية إلى أن نقصقص كل الطماطة اللي عندنا. بنفس الوقت ننتبه على البزالي انه ما تحترق. احنا هسه خلصنا قصقصة الطماطة، بس بقى نهرسها. نهرسها كلش زين. طبعا
هواي ناس يصفوه بعدين ورا ما يهرسوه، بس انا اشوف التمن احمر ويا الجلد ويا كل شيء دائما اطيب. ما ضل شيء من عنده، بس خلينا نتأكد من البزالية ما نريده يحترق. طبعا البزالية صارت، هسه بس بقى الطماطة نهرسها زين ونحطها بيها. صارت هسه بس بقى نصبها بالجدر. نخلطها شوية ونتركها تستوي. ضروري الطماطة تكون مستوية قبل ما نضيف التمن لها. هسه نقدر نضيف الملح ونتركها. آخر خلط ونتركها. فهنا راح ننتظر تقريبا بحدود 10 دقائق أو 15 دقيقة إلى أن يستوي الطماطة، وبعدين نشيك همنا الدجاجة شنو أخبارها. هسه طبعا الطماطة استوت مثل ما تشوفون، بس بقى نحط التمن ونخليه يمتص الماي كله. نخلطها زين نخليه على راحته يستوي. يحتاجه بحدود النص ساعة إلى 35 دقيقة ويستوي. مثل ما تشوفون كمان طبعا استوى، بس بقى نطلع الدجاجة مقدمة كصحن أخير. طبعا احنا شيفناها حتى انها مستوية لو لا، والحمد لله الدجاجة مستوية مثل ما تشوفون. البهارات هي اللي تعطيها هذا اللون، بس هي اكيد ما محروقة. بس بقى نصب التمن. بس شوية ندوس عليها حتى ياخذ شكل الصحن. ونجيب الصحن النهائي.
هذا هو الطبق الرئيسي لهاليوم اللي هو التمن الأحمر مع البازاليا والدجاج المتبل والبهارات الخاصة. إن شاء الله يا رب عجبتكم هاي الوصفة لهاليوم. طبخنا هاليوم سهلة وبسيطة. طبق السلطة هو سلطة النسوة، والطبق الرئيسي هو التمن الأحمر مع البازاليا والدجاج المتبل ببهارات خاصة. إن شاء الله يا رب يا رب عجبتكم الأطباق هاليوم. خليكم ويانا مع حلقة أخرى، وألف عافية مقدماً.